بسم الله الرحمن الرحيم. خوبصورت آواز میں تلاوتی قرآن اور روحانی دعائیں سننے کے لیے ہمارے چینل قاری محمد کاشف کو فالو کریں اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم.